بكون انا نقابه محامين فعاله عم بدافع عن الحريات العامه، عم بدافع عن الدستور، عم بدافع عن القانون، وعم بتواكب هيدي الثوره اللي عم نشوفها عم بيقوم فيها الشعب اللبناني. بعيط لك ساعات نايب ولا بعيط لك حضرة المحامي؟ سامي. سامي مش أحلى؟ لبنان ما له وجود ولا له معنى بلا الحرية، وهيدي الحرية مقدسة، مقدسة أكثر من كل شيء موجود بهيدا البلد. لك قضية الحريات يلي هي بعتقد من مقدسات هذا البلد، وهو سبب وجود لبنان، وتاريخيا لبنان كان مهد لكل هالمجموعات المضطهدة. اكيد انطون سحناوي هو جزء من هول الداعمين، وخاصة انه عنده مرشح مباشر على هيدي اللائحة. وهيدا امر خليني اقول منه جديد، هيدا امر صار له اكثر عمره اكثر من 20 سنة. نحن بلد وشعب خلق حر ورح يعيش حر. عنا بيها شعارات بيطلع على التلفزيون بكبوا شعارات.